اسمي حسام علي، اخصائي طب فيزيائي وعلاج التاهيل. دكتوره نسمه محمد ابو عميره، اخصائي علاج طبيعي. انا احمد مغربي، معالج فيزيائي سويدي. انا اسمي نور الدين رضا، انا شغال في الايت كلينك. دكتوره نهى عبدو، اخصائي علاج طبيعي. جاي من السويد لعمل دوره الاو ام تي بالاو ام تي انا سمعت عن الدوره عندي زي اليوم الاو ام تي سي، وبصراحة الكورس كورس كويس جدا، واكيد ماني ندمان ابدا اني اخترت كل هالمسافه، لانه المعلومات اللي اخذتها هون بناء على الشيء اللي زملائي عملوه بدوره او ام تي بالسويد انا ما كنت راح اخذه. لما جيت فعلا هنا بصراحه استفدت جدا، لانه بيديك شورت واي ان انت ازاي توصل تريتمنت مع العيان، ما يبقاش فيه كونفيوجن كتير، تستفيد كتير، اسسمنت كتير، ما تبقاش متلخبط مع معين. انا شايف ان اي حد حابب ان هو ينمي مهاراته يبدا مع برايم فيزيو، هيستفاد سكيلز جديده وكتيره بصراحه كالو ام تي سي او غيرها. انا لسه يعني ده اول حاجه ليا هنا، بس ان شاء الله انا هكمل مع برايم. يعني كنت معاهم قبل كده ورك شوبس، وحضرت المؤتمر في شهر فبراير، وبجد كانت خبره جميله جدا. انا كتير سعيد بالدوره عندي، استفدت، والدكتور محمود بصراحه مركز قوي على حته البراكتيكال اللي كتير مننا بيحس ان هي ناقصاه. فانا جدا سعيد على هاي الدوره، باذن الله رح اكون جاهز للجايه لمصر لاي دوره ثانيه، او اذا كان في دوره ثانيه باي بلد ثاني فانا ما عندي مشكله اني اجي عليها. واشكر الدكتور محمود شكر جزيل، وكل الكادر اللي كان موجود معهم.